نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. توجيهات رئاسية للحكومة لوقف جنون الأسعار وتوفير السلع لمحدودي الدخل. رئيس الفيدرالي الروسي: مصر نفذت 90% من خارطة استئناف الرحلات. وزير التعليم: البوكليت فكرة عبيطة والسيسي سيطور المنظومة قريبا. مدير الأمن العام يقود حملة الداخلية لتطهير العريش من الإرهابيين. إيقاف أبو جريشة وعاصفة التحكيم تهدد استقرار القلعة البيضاء. على خطى برلين: هولندا تلغي تجمعا مؤيدا لتعديلات أردوغان. السلطات الأمريكية تهدد المكسيكيات بأطفالهن في حال عبور الحدود. ترامب يتهم الديمقراطيين بالنفاق ويدعو للتحقيق في علاقاتهم مع روسيا. وياسر عبد العزيز يكتب: كيف نتعامل مع قنوات الدجل والفتنة. أهلا بكم من جديد. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار، بما ينعكس في النهاية إيجابيا لما فيه صالح المستهلكين. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة لوزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء. كما استمع الرئيس خلال اللقاء لخطة وزير التموين في ضبط الأسواق، وأكد وزير التموين أن الوزارة قررت خفض سعري الأرز والسكر، ما يدل أنها تعمل لصالح المواطن. للتعقيب عما لدينا من موضوعات، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. أهلا وسهلا بك. أستاذ محمد، يمكن لما بنسمع دايما عن فكرة قرارات وزارية خاصة بوزارة التموين، المواطن يعني العين معلقة دايما على الاقتصاد. لما نتكلم في تخفيض سعر سكر وتخفيض سعر أرز، شيء مبهج جدا، ولكن قبل الانبهار هناك ضبط الأسواق. كمواطن أنا إيه اللي ضمني أن أنا لما تخفض لي سعر سلعة أن أنا ما تواجهش في المقابل باحتكار لهذه السلعة ومردودها مرة أخرى للأسواق بأضعاف أضعاف ثمنها؟ كلامك كويس وصحيح، لكن خلينا، مش هيبقى بين يوم وليله هيبقى في ضبط الحاجه زي كده. احنا يعني من اكثر المانشيتات اللي احنا خدناها على ضبط الاسعار، الدوله تتدخل وبنضطر نعمله وبنضطر نتري وتوب على امل ان يكون في حاجه جديده. بس انا ممكن حاجه جديده المره دي، وبالرغم بنكرر نفس الكلام ونفس الخبر اللي بتقري وانا حاره لمده فاتها، ان انا في وزير تموين جديد. وزير تموين جديد هو الدكتور عالم صالحي. الدكتور عالم صالحي رجل عمل لسنوات في نفس المنصب في حكومة نظيف أيام مبارك، وله كاريزما وله تواجد وله نجاحات، والراجل من الوجوه القديمة اللي جت ولم يكن عليها رفض شعب. وخلينا منطقيين، لما بيكون وزير في هذا المنصب وزارة التموين تحديدا بقى عنده تفهم لما كان وما سيأتي. كان من ضمن المطالبات الشعبية أن الراجل اللي عمله كان ليه منظومات كثيرة، وأنا سألته أكثر من مرة وكنت أعرف جيدا أن هناك منظومات معينة تم تنفيذها حتى بعد الثورة، لكن هو كان صاحبها، زي منظومة الخبز على سبيل المثال. أما الراجل يرجع تاني مكانه ويشتغل، عايزين ندعمه. بس أنا عين النهاردة ده أول لقاء يحضره وزير التموين الجديد، ولفت نظري ان كل الهيئه اللي انت قلتيهم، محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخليه، ورئيس المخابرات العامه والرقابه الاداريه، المنظومه اللي فيه يبقى فيه رقاب. والراجل، فانا بحلل كل ما يقوله وكل ما يتعلق، والراجل رايح بيتكلم على ان هو خفض زي ما انت قلت في الخبر الرز والسكر. انا بتوقع يكون في نجاحات كثيره، لكن عيني اكثر ماذا سينفذ الرجل من الموضوع الأكبر منه، اللي هو الموضوع بتاع الدولة، بتاع الرئاسة، بتاع رئيس الوزراء، المتعلق بشروط صندوق النقد. أنت عندك حاجة هتنفذيها الرقابة والدنيا والحاجات دي كلها والأسعار، وعندك منظومة جديدة تتعلق بموضوع البطاقات التموين، موضوع يعني نقدي ولا عيني والكلام الكبير ده، ده اللي أنا عيني عليه. فأي كلمة تصدر من وزير التموين الجديد في المرحلة اللاحقة ستكون مهمة وفصلة، اجريها كويس، لأن الراجل ده هينفذ إرادته، النجاحات هيوصله، ولا في حاجة أكبر منه مننا اسمها صندوق النقد واسمها شروط هينفذها الفترة اللي جاية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس المجلس الفيدرالي الروسي فالنتيا مافينكو والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وأعرب الرئيس خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات مع موسكو، فيما قالت مافينكو أن استئناف رحلات الطيران بين روسيا ومصر هي مسألة في غاية الحساسية، إلا أن أجهزة الأمن والمخابرات بالبلدين نجحت في تنفيذ 90% من خارطة الطريق المتفق عليها. أستاذ محمد، يمكن ملف عودة الرحلات مرة أخرى بالذات الروسية هو ملف مهم جدا، لكن زي ما كنا بنقول برضو كان في الخبر أنه 90% يمكن اتنفذت على أرض الواقع كاتفاق مبدئي وكملف أمني. في رأيك إيه اللي ناقص؟ والجانب المصري كمان بيتجه إلى ألمانيا وبريطانيا، بس الروس مهمين بالنسبة لنا، تفتكر المشكلة إيه اللي ناقص؟ إحنا خدنا 90%، شوية هندخل نعلى شوية ندخل طب إن شاء الله، يعني نجيب 95%. أنا في نوع من الاستفزاز الروسي اللي احنا ساكتين كويس، كان 50% 60% بدأوا خبراء خبراء في خبراء، ونوع من الابتزاز الغير مبرر. انا الفترة اللي فاتت سافرت كتير جدا، عايز اقولك اكتر اجراءات امنية فيها يعني شدة وصرامة تصل الى حد الغلاسة تتم في مطار القاهرة وفي المطارات المصرية في شرم الشيخ والغردة وكل حاجة. إنما عشان النوع يبقى من نوع من الابتزاز الأمني والمصحوب بشروط سياسية، وعندنا نووي ما عندناش نووي، عندنا اتفاق في شروط باكج على بعضه كده، الروس عايزين، احنا مدركين ده كويس واعتقد ان هو القرار. انما كل شويه حد يجي ويقعد يعمل تقاريره، وبقينا نجحنا الحمد لله جبنا 90%، وواحد يقول السياحه ستعود قريبا وبعدين يفتحوها تاني، وبعد ما يرجع يقول تسريبات لسه الحاجات ناقصه، وبعدين يطلع حاجه جنب المطار تافهه تستخدم ضدنا. احنا مش في، احنا بلد كبير، ومفروض اتمنى ان يصدر تصريح سيادي مهم. نحن دولة عظمى، دولة كبرى، لدينا جيش قوي، لدينا شرطة محترمة، ونفهم جيدا في الإجراءات لمرة واحدة. وما فيش حاجة، احنا مش ناس يعني بسطاء أو كده، احنا دولة كبرى، احنا بنعمل إجراءات عشان شعبنا مش عشان الروس أو غيرهم. لابد يكون في، أتمنى أن يكون في حماسة كده من مسؤولين، قول يا أخوانا احنا كويسين، عندنا شروط وعندنا مطارات فيها شروط أقوى وأهم منكم. ولا شأن اقتصادي موازي، أعلن دكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم الاتفاق مع جلاب نكتن النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي على بحث متطلبات الجانب الروسي بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، فيما عقد درويش عددا من اللقاءات مع أهم الجهات والشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في مصر خلال زيارته للولايات المتحدة. وأكد أن وفدا رجال الأعمال الأمريكيين سيزور المنطقة الاقتصادية لإنشاء مصنع للأدوية بقناة السويس. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن المشروع القومي لتطوير التعليم قريبا، وأن هناك تطويرا كبيرا في المناهج خلال سبتمبر المقبل. كما طالب الوزير خلال كلمته بورشة عمل تطوير كلية التربية المنعقد بجامعة القاهرة، طلب بعدم إحداث بلبلة بموضوع الثانوية العامة، موجها رسالة للإعلام قائلا غير مطلوب كثر الكلام عن البوكلت، لأن البوكلت فكرة عبيطة والإعلام عمل منه بعبع. وصلت قوات الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الشرطة تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمات بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون. وأسفرت الحملة عن مصرع عنصرين تكفيرين خلال تبادل إطلاق النيران مع القوات بجانب الضبط أو القبض على عدد من المشتبه بهم، جاري فحصهم بمعرفة الأجهزة المعنية. وذكرت مصادر أمنية أن مدير مصلحة الأمن العام هو الذي يقود الحملات الأمنية بالعريش. أستاذ محمد، يمكن الوضع في العريش محزن بشكل كبير، كلنا كمصريين متعاطفين مع هذا الموقف، ولكن السؤال الأهم في هذا التوقيت، ما المطلوب من المؤسسات الدينية، البرلمان، من حتى المواطن المصري البسيط للمشاركة لدعم الشرطة والجيش في حربها ضد الإرهاب في العريش؟ سؤال كويس. شوفي في الوقت اللي فيه شغال الشرطة في العريش والجيش بيعمل انتصارات جميلة ورائعة في جبل الحلال، عندنا ملف بالمناسبة صفحتين من داخل جبل الحلال نازل في عدد بكرة إن شاء الله، بالتوازي مع ده وده في دور مفروض ردا على سؤالك مفروض أجهزة الدولة تقوم بيه. وأنا بقرأ كام دراسة وكام حدوتة في الحاضن الشعبي، ازاي انت تحولي الحاضن الشعبي ده الناس القبائل والعائلات يبقوا درع ليك بدل ما يبقوا حاضن للارهاب، وما هي الاخطاء التي مورست
على في السنوات الماضية من سواء يعني القيادات الأمنية أو السيادية اللي كانت في المنطقة إزاي كانت شغالة إزاي في فترة ما بعد 67 وحتى يعني إنها في التسعينات كانت إزاي كانت هي الرادع اللي عندك اللي هي اللي بتبلغ عن أي إرهاب أي هي اللي بتبلغ عن واحد بتاع تهريب سلاح تهريب مخدرات تهريب إتجار في البشر عبر الحدود إزاي تحول ده تحول اللعبة إن هو في حاضن شعبي وحاضن سواء بالاستفادة وكده في الصحراء أو غيرها إزاي أنا خسرت القبائل إزاي خسرت العائلات وإزاي أرجع ده واحد واحد أفرق ما بين ما هو إرهابي وما هو شعبي ده دور مهم ويتواصل وأعتقد إن هو في صحوة شعبية وصحوة رسمية وصحوة من الأجهزة من الجيش والشرطة في هذه النقطة بالتحديد لكن هي حرب طويلة شوية حرب طويلة وكنا بنحارب عدو خفي كان في فترة من الفترات أنت عارف أنك بتحارب إسرائيل صح. إنما دلوقتي أنت عارفة أعداء كثيرين وبالوكالة وواحد صاحبك وممكن تبقى دولة صديقة وشقيقة ومسلمة وبتحارب ضدك عن طريق خفافيش في إرهابيين في سيناء ولكل محبي الكينج محمد منير بنطمنكم حيث عاد الفنان محمد منير إلى مصر بعد أن تعافى عقب رحلة علاج بألمانيا استمرت أسابيع واستلزمت إجراء عملية جراحية وهذا بعدما انتهى من كافة جلسات العلاج الطبيعي بألمانيا كان منير قد تعرض لإصابة شديدة إثر سقوطه من فوق السلم كما حرص منير على النزول إلى صالة المطار العامة للقاء جمهوره وإلقاء التحية عليهم ومصافحتهم قرر اتحاد كرة القدم تجنيد الحكم الدولي جهاد جريشة لأجل غير مسمى وعدم إسناد مباريات له خلال بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري وذلك لعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لنادي الزمالك في مباراته مع نادي مصر المقاصة فيما اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان إعادة مباراته مع مصر المقاصة وعدم إسناد تحكيم أي مباراة لرباعي جهاد جريشة ومحمود عاشور ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين بعد تكرار الأخطاء التحكيمية في المباريات التي يديرونها للزمالك أستاذ محمد يمكن أنا لما قريت الخبر ده كنت متحمسة جدا لأن أنا عارفة من صميم قلبك زملكاوي وستظل وفي للزمالك بعض مع أصحابنا كتير في زملكاوية ودايما لو الزمالك خسر يقول لا العيب على الحكم العيب على الإدارة بتاعت إدارة الماتش كانت إزاي حضرتك تقييمك من كزملكاوي انه ايه السبب ان دايما كزملكاوي طبعا انه ايه السبب دايما لما بيحصل اي خساره او اي مشكله بالنسبه للماتش بنبتدي نتكلم في نقاط اللي هي التحكيم اداره المباراه على سبيل المثال في اي شيء عدا اداء اللاعب نفسه او اداء اداره النادي نفسه والله سؤالك صح يعني انا كنت مجهز لما قريت سكريبت كده غيرت اجابتي باللي انت بتقولي بالظبط يعني الزمالك حتى لو كان كسب كان في فرق نقاط وانا بس بختار حضرتك زملكاوي بس للايضاح لان ممكن الناس تفتكر اهلاوي فبتدافع عشان اهلاوي لا 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 بالعكس انا يعني اشتغلت في الصحافه الكرويه فتره يعني الرياضيه بس خلينا نتكلم ب الزمالك حتى لو تعادل او فاز ما كانش هيقترب من الاهلي على سبيل المثال. الحاجه الثانيه ده يمكن بيحط في اخلاقيات كرويه ضايعه جدا يعني لغه الاتهامات اللي كانت موجوده على الهواء امبارح كانت سيئه جدا. الحاجه الاهم من انك انت مفروض الوسائل الحديثه يمكن عالميا مفروض تدخل يعني يبقى حل بسيط جدا الوسائط يقف الماتش في بدا ياخدوا بيها في الفيفا في بعض الاجزاء ويشوف ان هو في ضربه جزاء وتعاد كانت حلت الازمه دي كامله يعني بدل ده انما في النهايه اعتقد ان احنا ما عندناش كوره لغايه دلوقتي انا كاتب النهارده في جزء من المقال في حكايه السبت عن عوده الجماهير وازاي انك انت بتعملي ضبط ل 100,000 في استاد وشفنا انا والزميله مات حسين اول امبارح بس مباراه فيها برشلونه وازاي انا كنت عين على الجمهور ازاي بيخرج ناس بتخرج انما في حاله التلاسن وحاله الفوضى اللي موجوده وحاله عدم مين اللي مسؤول عن عوده الجماهير مين المسؤول عن الاداره مين يعني انا احيانا بحس كان احنا عايزين الامور تفضل على كده مفروض يعني ضبط ايقاع انا لا اتمنى بالرغم من الزملكاوي لا اتمنى عوده المباراه اتمنى معاقبه الحكم اتمنى ايقاع سريع في رد الفعل ولكن عندنا ده لو انا زي ما انت سالتيني انا زملكاوي طب لو الاهلي عمل كده اتمنى ان يكون رد الفعل حضاري يكون رد الفعل محترم ولا نسيق الاتهامات احنا دولة قانون كل واحد يطلع كلمة من بقه يتسائل عليه ويتحاسب عليه هنا خطأ يتحاسب عليه الحكم يتحاسب عليه اتحاد الكورة يتحاسب عليه إنما في المقابل أي واحد أخطأ مفروض يحاسب حتى لو كان أي رئيس أي نادي هناك خطأ تم في الملعب واضح وضوح
قوي جدا. لكن لو اتمنى لو الزمالك اعلن انسحابه يطبق عليه اللائحه، هذه قاعده رياضيه يعني ما فيش لا اتمنى. يعني انت بينك وبين الاهلي فارق كبير جدا، لكن يعني انا عايز ابني بيشوف المباراه بيشوف الكلام لغه الكلام زي ما بعلمه يشجع كوره، عايز اعلمه ان هو يبقى الاخلاق اخلاق الكرويه الرياضه أخلاق اصلا الرياضية. هي مكسب وخساره وهي روح مش عايز الرياضه يسمع لفظ الاخلاق لفظ مش كويس، مش عايزه يشوف قيمه سيئه بتتردد من قيمه قدامه من واحد شخصيه عامه على الهواء. مشاهدينا الكرام الى فاصل ونواصل من بعده نشره المصر اليوم من القاهره والناس، ومن بعده نتعرف على كواليس تحقيقات دوليه في هجمات بالغاز في سوريا، فتابعونا. عودة نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ادعاءات تشير إلى وقوع 8 هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الحالي. وكان المدير العام للمنظمة قد ذكر أن العمل مستمر للتحقق من مدى مصداقية الهجمات دون أن يحدد مكان وقوع تلك الهجمات. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الشهر الماضي قوات الحكومة السورية بشن 8 هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب في شمال سوريا. أستاذ محمد، يمكن ظهور هذه الاتهامات قد يعرقل المفاوضات، برأيك هل تحتاج مفاوضات جنيف إلى من يعرقلها أكثر، أم أن هذه المرة هناك قرار سياسي لإيجاد حل فعلي على الأرض؟ والله سؤال كويس، يعني شوفي دي الجولة الثانية أو الثالثة على ما أتذكر، لا جديد حتى الآن، أتوقع مزيد من التسويف حتى يفرض الأسد سطواته بشكل أكثر. الضغوط السعودية والخليجية وحتى التركية تطورت كثيرا. لا أعتقد أن الإرادة الروسية وراء الأسد أقوى بكثير، وبالتالي كل الحديث عن تجاوزات هنا أو هناك بالأسلحة المحرمة وما إلى ذلك لن يتم فيها، يعني حتى التحقيق فيها يأخذ وقت، وسيكون الأسد قد انتهى من وفرض توازن قوى جديدة على الأرض. تتوالى المواقف الدولية ضد تصريحات الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي أعلن أن سلاح ميليشيات حزب الله يحمي لبنان، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد كلام عون تجاوزا لما وصفته بالخطوط الحمراء، ملمحة بسحب القوات الدولية من لبنان في حال عدم التزام لبنان بالقرارات الدولية. كما اعتبر السفير الإيطالي أن مواقف عون لا تخدم مصلحة لبنان، أما فرنسا فجاء ردها اقتصاديا مستبعدة انعقاد مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان تحمل عبء النازحين السوريين الذين يثقلون كاهل الاقتصاد اللبناني. أستاذ محمد، يعني التداعيات مستمرة وتتوالى الردود الأفعال الدولية ضد هذا التصريح. أولا من واقع خبرتك السياسية، ماذا تتوقع أن ما هي التداعيات التي ستأتي فيما بعد، ولماذا من الأساس صرح عون بذلك، ما الهدف؟ بصي، هي ضغوط في بدايتها يعني استفزني او لفت نظري، اللي هي يعني كل ردود الفعل متواجبه وسريعه وحاده في هذا ومنطقي الاطار ومنطقي. لا، انما في المقابل خلي بالك، انت بص على الطرف الاخر، عندما اتى عون، ميشيل عون جاء بتوافق، كان حزب الله جزء منه، جزء رئيسي منه، وبعد كام شهر او بعد كام سنه من الفراغ المنصب كان حزب الله جزء منه. فالناس في الخارج لا تريد، مش فاهمه الصوره كامله. الفهم الصوره الكامله او البعض يفهم جيدا، اقليميا نفهمها اكثر، ولكن يعني قد يكون ورقه ضغط، ولكن لسه في بدايتها. ده يعني كره الثلج هتزيد شويه شويه، ولكن في المقابل انت جزء من حزب سلاح حزب الله قوي جدا. قوه ايران وقوه سوريا في اللي هي في ظهر حزب الله لا زالت مؤثره لحد كبير. ولكن اعتقد الضغوط على حزب الله، هذه الضغوط تتواكب مع اضعاف الاسد او اضعاف فك الرابط على الاقل في المرحله القادمه. ولكن الناس مش شايفه، لو انت من عون اللي هو مش تاريخيا لم يكن مناصرا لحزب الله لا ايديولوجيا ولا سياسيا، في هذه المرحله مهم، انت ما عندكيش بديل، ما عندكيش جيش لبناني قوي يستطيع فرض نفوذه او يستطيع مواجهه حزب الله. هناك فواتير عديده لحزب الله للطرفين، مفيش وقت. لو عايز تساعدني، لو عايز تواجه، تعالى قويني وتعالى اعمل
يعني يبقى في وضع اقليمي قوي الى تفكيك سلاح حزب الله من الاساس. قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد احمد المسماري ان قوات الجيش بدات استعاده السيطره على مشارف راس رانوف، مضيفا ان العمليات ستستمر الى حين استعاده كامل المناطق ومنها ميناء السدره. وكان مجلس النواب الليبي اتهم قوات المعارضه التشاديه بالمشاركه في الهجوم على منطقه الهلال النفطي الى جانب ميليشيات تابعه لتنظيم القاعده فاره من مدينه بنغازي. أستاذ محمد، خبر زي ده بيقلقك وبتشوفه ازاي، خاصة انه العمليات الأخيرة في ليبيا مقلقة؟ وطبعا ده يهمنا يعني خاصة انه مصر هي على حدودنا، يعني ليبيا على حدودنا الغربية. والله صح أمل، أنا اللي لفت نظري في الخبر ده أنا بقراه وأنا شفت تداعياتهم الصبح كده، الحديث عن تشاد ودور على تشاد على الحدود، كل الدول مؤثرة، كل الدول خايفة من ليبيا وحدود ليبيا بالتحديد. الدور المصري مهم، الأسبوعين اللي فاتوا كان شغل قوي جدا جدا، سواء من وزير الخارجية سواء من رئيس الأركان، ونتمنى وبعدين الاجتماع دول الجوار، أتمنى يبقى في استمرار الزخم على الحدود الغربية المصرية، استمرار الشغل المخابراتي والشغل الاستقصاء في الداخل، ده مهم جدا. ولكن ليبيا لسه مشوار طويل في ضبط العلاقة الداخلية، وزي ما كنا بنتكلم على سوريا وحزب الله، هناك كثير أيدي كثيرة تعبس في ليبيا، وهذه المرة هي جزء أصيل ومتأصل من الأمن القومي المصري، فلا بد أن نعمل ونراه جيدا. شفتي يعني من 3-4 سنين وهي جزء مؤثر من استقرار مصر. منعت السلطات الهولندية إقامة فعالية مقررة الأسبوع المقبل بمشاركة وزير الخارجية التركي بمدينة روتردام من أجل دعم الاستفتاء على تعديلات دستورية في تركيا. علق رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا على قرار المنع قائلا إن هولندا ليست مكانا للتجمعات الانتخابية لدول أخرى، فيما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بشدة متهما سلطاتها بإيواء إرهابيين. وكانت الحرب الكلامية تواصلت بين أنقرة وبرلين على خلفية اتهامات بانتهاك حرية التعبير بعد إلغاء تجمعات داعمة لأردوغان في ألمانيا. أستاذ محمد، هناك العديد من الجهات ترفض هذه التعديلات الدستورية الخاصة بتركيا وتفشت عالميا، ما تعليقك؟ بصي، هو أردوغان في مرحلة يعني كان في له دعم قوي ضد محاولة الانقلاب عليه الفشل، طب. ولكن مع الإجراءات التعسفية التي لا تتناسب مع أي ديمقراطية أو نظام ليبرالي حديث، هاج الغرب عليه بهذه الثورة، ثم تواكب بعد ذلك التعديلات الدستورية. أعتقد أن هي يعني لعبة متوازنة ولعبة قوية جدا من الطرفين ستمتد، ولكن أعتقد أن هو أردوغان مستمر، يعني نوع العناد التركي الأصيل ده لن يتراجع بسرعة، واعتقد ان لغه المصالح ستفوز في النهايه. لكن اللغه في قواعد ليبراليه مستقره، لا اعتقد ان الدول الغربيه ستسكت. في مثلا الصحفي الالماني المعتقل هناك، هناك كثير من التجاوزات، وهناك كثير زي الواحد يصعب علينا دوله زي تركيا يكون فيها تجاوزات في حقوق الانسان، ودوله بهذه العراق وهذه القوه وهذه اللي كانت نبراس بالنسبه لنا دوله اسلاميه وفيها ليبراليه تنحدر بهذه الصوره الى تجاوزات في حقوق الانسان وفي هذا الشان. يعد الأمن القومي الأمريكي مشروع قانون يتيح عزل المهاجرات المكسيكيات اللاشرعيات في الولايات المتحدة عن أطفالهن. ويتضمن مشروع القرار الاحتفاظ بأطفال المخالفات حتى إتاحة إقامة أمهاتهن أو ترحيلهن، مع فرصة تسليم الأطفال لأقارب الأم المخالفة المقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة. طبعا قرار زي ده أكيد هيكون ليه تبعيات، برأيك هل يطال دول أخرى غير المكسيك؟ هو مشروع لسه، اعتقد الموضوع صعب جدا تنفيذه. انا بقرا الخبر ده تذكرت لو تفتكروا افلام السود في فتره الستينات، او كان في مرحله اكثر قسوه وتم توثيقها
حدثت في استراليا للسكان الاصليين لما كان بياخد الابن ويحرم العيله ويدخل في وسائط اخرى واسر بديله وبعدين اتعلم انجليزيه. لا اعتقد ده الوجه السيء والقبيح للعنصريه لترامب، ولا اعتقد ان هو سيستمر طويلا، واعتقد ان هو ده مفروض ننتفضه ونبرزه بشكل قوي جدا. لا اعتقد هو، انت سؤالك بتقول المكسيك، ولا اعتقد ان هو لن يعني ما هو يمين وما هو عنصري سيستمر، ولكن الإرادة الليبرالية ستنتصر، أعتقد أنها ستنتصر قريبا إن شاء الله. إلى شأن الموازي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضيه السياسيين بالنفاق، داعيا إلى التحقيق مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على خلفية علاقته مع روسيا. ونشر ترامب في تغريدة له على تويتر صورة لشومر وهو يتناول حلوى الدونات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فنان بريطاني لا يملك صورته أحد ولا حتى دليلا يؤكد اسمه بالكامل، بنى فندقا مميزا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وسيتم افتتاحه الجمعة المقبل بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور الشهير. ويدعى الفندق المحاط بالأسوار، وتطل جميع نوافذه على جدار الفصل العنصري الذي عزلت به إسرائيل الضفة الغربية، وعلى جدار الغرف خلف السرير رسم جرافيتي لفلسطيني يتعارك بسلاح الوسادات مع إسرائيلي، وكلاهما يحلم بالنصر للنوم بعدها على سرير فلسطين المريح. وتم بناء الفندق بسرية تامة طوال 14 شهرا بواقع أكثر من 12 ساعة عمل يوميا كلا يكتشف أحد شخصية هذا الفنان. والآن أذهب بكم إلى فاصل قصير ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده نقاش خاص حول قنوات الفتنة، فتابعونا. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان كيف نتعامل مع قنوات الدجل والفتنة، يكتب ياسر عبد العزيز في عدد الأحد من المصري اليوم متحدثا عن المشكلة التي تواجه الدولة بعدم قدرتها على السيطرة على مجالها الاتصالي ووصول أنواع من المحتوى الإعلامي الضار للجمهور المحلي، واقترح ضرورة وضع خطة طارئة تتمثل في مخاطبة سلطات الأقمار الاصطناعية والدول التي تبث منها تلك القنوات وتقديم الأدلة على تجاوزاتها وإنشاء هيئة معايير الإعلان تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كجهة مستقلة تقوم بإرساء قواعد ملزمة لبث الإعلانات وتفعيل إجراءات حماية الملكية الفكرية وصيانة قواعد المنافسة. أستاذ محمد، يمكن وأنا يعني بقرأ المقال أكثر من رائع وأصاب كبد الحقيقة، هناك العديد من القنوات تقوم بالإتجار، الإتجار ليس فقط على المستوى الفكري، على المستوى الديني، على المستوى الطبي، ولكن الإتجار أيضا وصل على المستوى السياسي بعملية غسيل عقول، بس أفكار تبلبل أو تهز كيان المجتمع المصري في بعض الأحيان. كل هذا يعني لو فتحت التلفزيون هتلاقي مثلا فلانة المغربية لجلب الحبيب و أدوية للتخسيس، أدوية لما أنزل الله لها من سلطان، أعشاب و كل هذه المجال، هذا المجال الاتصال المفتوح يثير العديد من المشاكل، هي مرحلة إتجار وإتجار رخيص بعقول البشر، بفكر البشر، بأموال البشر، بكل شيء. كيف نواجه هذا؟ بص، هو ياسر بيتكلم عن أكتر من حل، هيئة معايير الإعلان، مجلس أعلى تنظيم الإعلام، ما أنا بقوله فوق كل ده وده مفروض، لأن ده خارج إطار الدولة المصرية، في وزراء إعلام عربي، في جامعة عربية، في إدارات للأقمار الصناعية زي ما بتكلم، لأن أنت بتتكلمي إما تروحي مثلا احنا في مثلا مدينة الإنتاج تكلم النايل سات يقول لك ده نور سات، ده سهيل سات، الكلام ده كله، وفي اقمار زي ما انتم عارفين اكيد اكتر مني بتدور في نفس القمر، فكل القنوات بتاعه الدجل والفتنه والحاجات دي كلها معظمها على الاقل تبقى قنوات مش نايل سات بس بتبث مواد. انا مثلا بالمناسبه اللي انت بتقولي الشيخه خديجه ولا حاجه خديجه، انا ابني الصغير لما بشوف بيهرب بيخاف من اللي موجود، ما هي
هذا المحتوى موجه لمن؟ وهل يحصل على اموال؟ يعني في ناس يعني انا سالت مره استاذ محمد قال لك بيجي فلوس، في فلوس بيعملوا فلوس كتير جدا. بالظبط المشكله ان هو بيشتغل على احتياج الفقير، يعني لما تبقى انت مريض بيشتغل على احتياجك. هي اعلانات رخيصه جدا ومدفوعه، وانما يعني المدار ده مدفوع قد ايه؟ متاجر له قد ايه؟ انا اعرف ان النيل سيد غالي، طب القنوات دي رخيص يعني ثمنها قد ايه؟ اعتقد ان هو دور نقابه الاعلاميين اللي تمنى لها ان هي تبقى حاجه ناجحه ومؤثره وقويه، تعمل مساق شرف لحاجه زي كده، وزاره الاعلام ووزارات الاعلام العرب. والاهم من ده ان احنا برضه نتكلم يكون عندنا صدق في المحتوى السياسي، عشان ما نهربش المحتوى السياسي ويبقى فيه مصداقيه. المصداقيه تعني ان انا بقول ايه؟ اطبق مواثيق الشرف المهنيه والاعلاميه في كل حاجه، ما سربش حاجه، ما سربش حاجه خاصه لهجر وامل واقول ان انا عشان كارهك النهارده سرب لك حاجه. ما هي المفروض المنظومه يعني منظومه متكامله في كل اللي ياسر واحد من الخبراء اللي عنده شغل كويس في ده، استاذ ياسر عبد العزيز هو وغيره يقعدوا. يقعد نفس السمع دكتور سامع بلايز يقعدوا غيرهم. تكاتف كل الوزارات يا استاذ كل محمد. ده يبقى حاجه محترمه. احنا في القاهره والناس، احنا في السي بي سي، احنا في النهار ضوابط معينه. لكن في النهارده يا جماعه احنا حدودنا في النايل سات، هنا في حدود خارج النايل سات، ده دوركم كوزراء اعلام عرب، ساعدونا في ده. فيتم لو خلي بالك في قنوات معينه ما كانت بتبث الفتنه قصاد دول زي الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال في فتره ضد الدول الخليجيه اغلقت في نفس اليوم. لماذا لا تغلق القنوات التي تحارب عقولنا عقل وعقلك، انما ما قربت من دوله مؤثره اغلقت في نفس اليوم؟ لا بس انا بتكلم في جزئيه يا استاذ محمد، يعني انا دلوقتي بتكلم على الاتجار السياسي. بالفعل. طيب الاتجار السياسي، انا بتكلم على قنوات كمان الدجل والفتنه زي ما بسميها. الدجل والفتنه هو السؤال، اين وزاره الداخليه؟ لما انا بتفرج على اعلان زي ده ليه انا ما بتفاعلش مباشره واجيب خارج حدود وزاره الصحه مثلا؟ يعني في ادويه بتبقى مرخصه في بلدك، بالفعل. ازاي اترخصت؟ يبقى احنا بنتكاتف كوزارات، ليس فقط وزاره الاعلام لكن وزاره الصحه ووزاره الداخليه، للحصول على افضل النتائج وضبط مثل هذه القنوات التي كما ذكر الكاتب تبث الدجل والفتنه للمصريين. كلامك صحيح مفروض، بس ده يبدا اعتقد من الاعلام ثم يطلع توصيات الى الامن فيما بعد. مشاهدينا الكرام الى فاصل ونواصل بعده نشره المصري اليوم من القاهره والناس، فتابعونا. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24688 جنيه، جرام عيار 21602 جنيه، جرام عيار 18516 جنيه، جرام عيار 14401 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب 4816 جنيه. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 25/11، الإسكندرية 21/12، شرم الشيخ 26/20، الغردقة 26/14، الأقصر 28/10، أما عن أسوان فالعظمى 30 والصغرى 13. نقطة الختام من نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، شكرا لك يا أمل. شكرا. شكرا أستاذ محمد. شكرا سيدي. والشكر موصول إليكم مشاهدينا، غدا تلتقون ونشرة جديدة من المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن فدمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم: توجيهات رئاسية للحكومة لوقف جنون الأسعار وتوفير السلع لمحدودي الدخل. رئيس الفيدرالي الروسي: مصر نفذت 90% من خارطة استئناف الرحلات. وزير التعليم: البوكليت فكرة عبيطة والسيسي سيطور المنظومة قريبا. مدير الأمن العام يقود حملة الداخلية لتطهير العريش من الإرهابيين. إيقاف أبو جريشة وعاصفة التحكيم تهدد استقرار القلعة البيضاء. على خطى برلين: هولندا تلغي تجمعا مؤيدا لتعديلات أردوغان. السلطات الأمريكية تهدد المكسيكيات بأطفالهن في حال عبور الحدود. ترامب يتهم الديمقراطيين بالنفاق ويدعو للتحقيق في علاقاتهم مع روسيا. وياسر عبد العزيز يكتب: كيف نتعامل مع قنوات الدجل.